السلام عليكم، اهلا بكم. مش هقول غير اربح 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 واكسب واعمل لنفسك دخل شهري كويس جدا، ولا وظيفه ولا غيره، وما تقومش بدري. وطبعا انت شايف اهو قدامك الموقع ده هيكسبك هيكسبك، لان الكل عايز يكسب. بس كلمتين اتنين هنقولهم بس عشان الكل يعرف كل حاجه. طبعا الربح من الانترنت يعني اصبح بشكل فضول كبير عند الكل. ليه؟ لان الربح من الانترنت سيصبح الطلب عليه كتير في السنين اللي جايه كلها. وطبعا الكل عايز يعرف طرق جديده للربح من الانترنت، وخصوصا طرق السحب ووسائل كتيره. اما طبعا هنسحب فودافون وهنودع فودافون وهتكسب كتير. وطبعا العمل على الانترنت ما بيقعدش انك تصحى بدري ولا راتب ولا بتاع، انت ممكن تعمل راتب محترم كل شهر ويكفيك كتير. وهقول لك ازاي دلوقتي. الموقع ده معمول منه، طبعا ده والله اتعمل منه الشركه دي فرع في مصر، وكنا هناك وحضرنا كل شيء في المؤتمر ده، هو احنا وبعض الاخوه، وادي الصور بتاعتنا اللي هي في المؤتمر. وفعلا الشركه دي حقيقيه حقيقيه، والشركه دي شغاله من شهر او اتنين، وشغاله ومستمره وكويسه جدا. وهنعرف تكسب ازاي وتربح ازاي. طبعا هسيب لك رابط الموقع ده في الوصف الفيديو، فسجل. وطبعا الاحالات ما بتعملش فلوس كتير، عشان ما حدش يقول بس انت عايز تسجل وعايز تاخد مننا وبتاع. لا، كل التسجيل حتى ما بتاخدش 1 جنيه او 2 جنيه، لانك انت بتشتغل بفلوسك. واقول لك ازاي دلوقتي وهتربح ازاي وهتشتغل ازاي. هسيب لك الموقع. طبعا نسجل ازاي، هو ده الشغل الحقيقي. لو انت عايز تعالى معايا واحنا نشوف هنعمل ايه بالظبط. طبعا الموقع هيفتح معاك كده بالطريقه دي. اول ما تفتح الرابط بتاعي هتدخل رقم التليفون، كلمه المرور، كرر كلمه المرور تاني، وادي الحاله ده مالكش دعوه بيه، ده بتاعي. ودخل الجيميل بتاعك، الجيميل بتاعك، تمام. طبعا عشان انا ناشئ حساب قبل كده، فطبعا مش محتاج اللي هو ايه يسجل لي يعني. فانا اقول تسجيل الدخول بس، هيقوم خاشش على طول. دول زي هيعمل معاك كده بالظبط، هيقوم دخل على طول معاك بالظبط. انا ماشي معاك بالتفصيل، هيفتح معاك بالواجهه دي كده اهو، بالطريقه دي، لان انا مسجل قبل كده طبعا. هيبقى هنا ليك هنا اهو، عاطين لك الموقع ده، عاطيك 20 جنيه. ف 20 جنيه بتروح تعمل بوم ايه؟ عشان انا ماشي معاك بالظبط. وطبعا الكل بيدور ان هو يسحب ازاي ويودع ازاي في فودافون كاش، وده احلى ما في الموقع ده، ان بتتعامل فودافون كاش. ولو عندك محفظه باينانس، اي شيء عملات رقميه موجوده، وبتحول من على ويسترن، على فيزا بنكيه، على كاش، كتير جدا حاجات كتير بتحول من عليها وبتاخد من عليها فلوسها. فطبعا عند كل الحاجات دي. بالنسبه للموقع طبعا، علشان انت لو انت عايز تعرف اي شيء، استبدال المكافئات، عندك تاريخ المعاملات، سجل السحب، عادة الشحن، خدمه العملاء، في خدمه عملاء واقول لك هتحتاجها دلوقتي في ايه، في المحفظه بتاعتك، في الاحاله، في اللغه، هي تختار اللغه العربيه. فهتعرف كل شيء دلوقتي. طبعا ال 20 جنيه بعد ما انت استثمرتهم، انت خدتهم عملت بهم ايه، اشتريت، استثمرت بال 20 جنيه بتاعتك ده، خدت بها ال 20 جنيه دي مجانيه. بتاخد كمان 20 جنيه بيبقوا 40 جنيه، زي ما انت شايف الربح اليوم 40 جنيه بس بعد ساعه. بتاخد بعد ساعه بيبقى معاك فوق هنا 40 جنيه، بيبقى معاك 40 جنيه. هنشوف دلوقتي برضو هيبقى معاك قد ايه. ادي ال 40 جنيه هتلاقوهم موجودين، وادي ال 40 جنيه اهمت، انا ليه حسابين طبعا. فطبعا هتشتغل بال 40 جنيه معاك دلوقتي كده وقفت. فهنيجي بقى، انا برشح لك ايه، مفيش يا جماعه مشروع بيكسب او اي شيء بيكسب الا ما تحط فيه اي حاجه، وانت حر طبعا. بس صدقني انت مش هتطلع من الفيديو ده الا وانت رابح رابح. بس ركز معايا واتبع اللي انا هقوله بالظبط. قدامك كل شيء اهو، ارباح الفريق، كفاءه الدخل الشخصي، استبدال، كل شيء قدامك عندك اهو، كل حاجه، سجل السحب، وعاده الشحن، وخدمه العملاء. خدمه العملاء دي مهمه جدا وهتحتاجها كتير، تفاصيل محفظتك والاعدادات والاحالات، واختار اللغه العربيه والكلام من ده كله انتوا طبعا عارفينه. فطبعا احنا علشان ان احنا نشتغل على موقع زي ده، لازم تشتغل على موقع زي ده. انت معاك 40 جنيه اهوت من ما فيش طبعا، هو اعطاها لك. بتيجي بقى انت عايز، طبعا انا بكلمك بالبلدي خالص، عايز بقى نتكلم عن الخطط او الكلام من ده او المشاريع او الكلام ده، تنزل هنا على مشروع تحت اهو، هتلاقي المشروع اللي انت جابته اللي هو اداهولك اهو ال 20 جنيه. هتيجي تسحبها تاني هيقول لك ايه، انت ما فيش، لان انت ايه خدتها خلاص. بقى على الخطط اللي احنا بنقولها، طبعا انت ممكن ان انت تشحن ازاي او كلام من ده. انت ممكن تشتغل بقى ب 100 جنيه، دي ابسط شيء اظن في متناول الجميع. حط 100 جنيه بس، هتاخد كل يوم 21 جنيه لمده 7 ايام. حط 300 جنيه، وده اللي انا بفضلها كتير للكل، بتاخد حوالي 30 جنيه، 29 جنيه و88 قرش لمده 15 يوم. فطبعا ديت كويسه جدا. انا بقول لك انت هتربح هتربح، مفيش مواقع بتدي من غير ما تحط اي فلوس. الموقع شغال، ما تقلقش من حاجه، حط فلوسك وخدها بسرعه، حتى لو هو قفل ما تقلقش، بس هو مش هيقفل تاكد. حط 300 جنيه يا عم، ومعاك 40 جنيه هيبقى 340 جنيه. تحط 300 جنيه هيبقى معاك حوالي 350 جنيه، وهتاخد كمان 150 جنيه يبقى معاك 500 جنيه. ممكن تحط 100 جنيه يبقى انت كده ايه، ما حطيتش الا 400 جنيه. ادخل في الخطه ام 600 جنيه دي، كويسه جدا لمده 40 يوم، هتديك 24 جنيه. في خطه ثانيه ب 1000 جنيه بتديك 37 جنيه لمده 40 يوم، وفي خطه ب 2000 ونص بتديك 100 جنيه، 97 جنيه ونص لمده 40 يوم. وفي خطه كتير، انت شوف اللي انت عايز ايه تشحن عليه اشحن عليه. انت حر، عايز تشتغل ب 100 جنيه بس، عايز تشتغل ب 300 جنيه، انت
دي ترجع لك انت. فبالنسبه طبعا لموضوع الشحن او الكلام من ده، لو انت عايز تشحن او تشحن ازاي او كلام من ده، وابسط ما في الموقع ده واحلى ما فيه ان انت بتسحب فودافون كاش وبتشحن فودافون كاش، ومفيش احسن من كده. في بطاقات ائتمان وفي باينانس وعملات رقميه وكل شيء، بس الاسهل لنا كله اللي هو فودافون كاش طبعا. فنيجي بقى لاعاده الشحن، هتضغط هنا فوق على اعاده الشحن، هتشحن مثلا فيه من اول 50 تخليها عليها، لو انت معاك محفظه او كلام من ده يو اس دي تي اللي هي 20 اللي هي دي بتاع الدولار، لو انت معاك باينانس او محافظ الكترونيه. فخلينا على اللي فوق ديت اللي متعلمها، ما عايز تشحن ب 50 هتشحن ب 100 300 لحد 15000. خلينا مثلا هنعمل ب 300 جنيه، هنعمل ايداع، هتختار يا محل بقاله يا محفظه، واحد جنبك بيشحن بتاع محلات الكلام ده احنا عارفينه، والمحفظه بتاعتك تضغط عليها واكد واكد، هيجيب لك الرقم بتاعك، تحط بلاش تكتب من 0 10، اكتب من بعد الزيرو على طول، لان هو ضايف لك الزيرو واحد. تمام، زيرو واحد، هنقول 0 10 0 10 20 7 2 6 5. تكتب الرقم بتاعك كراهات وتقول احصل على حساب الدفع. تحصل على حساب الدفع، هيقول لك تم الحصول على حساب الدفع لمدة ربع ساعة. الربع ساعة العداد اللي بعد فوق ده لازم تكون انت محول الفلوس. طبعا ده الرقم اللي انت هتحول منه اللي هو بتاعك، وده الرقم اللي انت هياخد منك الفلوس، هتبعت عليه يعني، اهو موجود اهو، فهتاخده وتحطه في ترسله على طول، اللي هم ال 300 200 100 اللي انت عايز تعمله. كل شويه ايه نتيجه البحث ده يقول لك لم يستلم الدفعه حاليا، لم يستلم الدفعه حاليا. المهم هيعدي الوقت وايه هتستلمها، حتى لو العداد خلص هتاخد ديت سكرين شوت، لو الفلوس ما وصلتش بس انت تاخدها سكرين شوت. ونرجع تاني للموقع ده، لو ما وصلتش بس هي كده كده هتوصل، تاكد انها توصل، لان حصلت معايا ما وصلتش مره، فانا هقول لك عملت ايه بالظبط عشان تبقى انت عارف كل التفاصيل بالظبط معايا وماشي معايا واحده واحده. فطبعا اللي هي العداد ده ما يخلص هنجيبها منين؟ هقول لك دلوقتي. نفرض ان العداد دلوقتي خلص، تاخد ديسكرين شوت برضو ايضا كمان، وترجع كمان خطوه بالسهم اللي فوق ده اهو، وتاخد اللي هي الصفحه الرئيسيه ده اهي سكرين شوت، تاخدها سكرين شوت، وتاخد المعامله اللي انت عملتها من فودافون اللي هي ناجحه اللي انت حولت، وتروح ل اهم حاجه بقى يعني عاوزه لخدمه العملاء. خدمه العملاء دي تضغط عليها هتجيب لك خدمه العملاء الرسميين او المجتمع الرسمي، دي تليجرام ودي واتس، عندك تليجرام ماشي عندك واتس ماشي، هتضغط على اللي هي خدمه العملاء ده اهي اللي فوق، هتوديك على انك تفتح الواتس بتاعك. هتفتح طبعا الواتس بتاعك هتلاقي ايه اللي هي انت تابع ليها، هي هتكلمك وترسل لها السكرينات اللي انا قلت لك عليها، صورها وابعتها لها، هتيجي تقوم الفلوس واصله لك في يعني ما فيش 5 دقايق 6 دقايق. طبعا بلاش من بعد الساعة 1 الصبح دي، واحدة يعني بالليل، لان مش هتلاقيهم، هتلاقي ايه خلاص فاتحة، هتلاقي ايه زي ما انت شايف كده، دي اللي انت تابع لها، تبعت لها السكرين شوت كده اهو، وتقول لها ايه ارجو معرفة يعني سبب الدفع، ارجو فالدفع ليه. طبعا هتدفع لك على طول الفلوس بتاعتك، هتوصلك على الموقع بتاعك، ترجع تشتغل بالخطه اللي انت عايزها طبعا، وصدقني كده كده هتكسب، وكده كده الموقع صادق، وفي مواقع كتير نصابه، في مواقع كتير كده، انا ما بضمنش ليك ان المواقع كلها ان هي بتشتغل كويس، انا بقول لك الحق ده لانه شغال وشغال ومستمر شويه، فانت كويس وممكن يفضل شغال على طول. فانت استفيد واعمل لنفسك راتب شهري بابسط الفلوس، او اعمل لك دخل بسيط خالص المهم تصرف منه. فانت الموضوع قدامك اهو، انت لف في الموقع وابحث فيه وشوف، وانت هتعرف كل شيء فيه، ولو وقفت على شيء اتصل بيا واني او علق لي، واني هرد على كل واحد بيستفسر على كل شيء. ارجو من الجميع طبعا ان هو يلتزم باللي انا قلته، كل الموقع سهل جدا وبالعربي وبسيط جدا، وفودافون كاش وحاجات كتيره، وممكن في السحب بتسحب على فودافون كاش برضو نفس الشيء، فالموضوع سهل جدا. فبالنسبه لعمليات السحب ممكن تسحب بقى من هنا طبعا، بتسحب من على حاجات كتير طبعا، فهنا محفظتي، المحفظه بتاعتك في كل شيء هنا بتسحب عليه. انا كنت اتكلمت على موقع فيديوهات قبل كده يا جماعه ان هو كان بيشتغل وبتاع، بس هو الوقت حاليا واقف لان في سياسات كده كتيره، ما لان يجوم يبصوا يقول لك ايه اللي بيشاهد بياخد 10 دولار و20 دولار و30 دولار وكلام من ده، فقال لك ايه احنا هننظم شويه، لان هو مصلحته ان هو يسيبه شغال وكلام من ده، اديه بياخد ايه مشاهدات وببلاش وكلام من ده، هو كده كده هو المستفيد، فانت سيبه عندك، هو واقف دلوقتي مدة وهيرجع يشتغل تاني، سيب انت مسجل عليه وكل شيء، بس ما تشتغلش عليه دلوقتي، كده كده هعرفك تشتغل عليه امتى وهنزل فيديو وقت الشغل. كده عرفنا كل شيء عن الموقع ده، ارجو انك تسجل فيه وتشتغل عليه، وانت هتكسب كتير جدا من الموقع ده. تمام، شكرا.